إذن رجعنا معكم مشاهدينا في إطار حرصها على الاهتمام بشريحة الشباب وأيضا تأهيلهم لمواجهة سوق العمل، أعلنت الهيئة العامة للشباب عن فتح باب التقديم في 4 برامج ضمن المشروع التنموي صناع العمل المدرج في برنامج العمل الحكومي. للتعرف أكثر على تفاصيل هذا المشروع يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مرزوق غريب الحصم، رئيس فريق منصة توظيف بالهيئة العامة للشباب. حياك الله معنا، الساعة المباركة. ساعة كبرك أستاذي، نتشرف أن نكون جزء من برنامج ونشرح لكم عن مشاريع الهيئة العامة للشباب. نعم، يعطيكم العافية، ما شاء الله دائما نشيطين في برامجكم اللي تخص الشباب. خلنا معك اليوم أستاذ أكثر نتعرف على مشروع صناع العمل وأيضا البرامج اللي تضمنها هذا المشروع. مشروع صناع العمل الأمانة احنا بلشنا فيه في بداية عام 2020 قبل كورونا بفترة بسيطة. مشروع يختص في تجسير حديثي التخرج في مهن مطلوبة في سوق العمل. احنا للأمانة استطلعنا على سوق العمل وشفنا في احتياج في تخصصات معينة لا تدرس في الجامعات والمعاهد، وبناء عليها الهيئة العامة للشباب فعلت دورها في السياسة الوطنية للشباب خصوصا في مجال التوظيف والتوظف، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء الخاصة في إعداد خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة الخاص في تطوير رأس المال البشري، هيئة كانت مناطة في دور تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. من خلال برنامج صناع العمل احنا استطعنا ان ننفذ اكثر من 16 برنامج مختلف في عدة مهارات معينة كلها منتهية في توفير فرص وظيفية للكويتيين في القطاع الخاص، خصوصا ان في القطاع الخاص نجد تدني نسبة الكويتيين أو التحق فيهم يعني. في القطاع الخاص عندنا تقريبا 5% من القوى العاملة فقط كويتيين، ودور الهيئة هي رفع جزء من نسبة التكويت في القطاع الخاص. بناء عليه احنا أسسنا مشروع صناع العمل وقدرنا نوفر أكثر من 1500 فرصة وظيفية للكويتيين حديثي التخرج في عدة مجالات. ممتاز ممتاز، هذا الهدف، هذا الحين اللي احنا ذكرناه الهدف. شنو تأثير هذه البرامج على يعني الشباب؟ نتكلم عن التأثير، هل شفتوا الإقبال زاد على القطاع الخاص؟ الفكرة الأساسية من مشروع صناع العمل هو ان احنا نغرس سوق عمل جديد في الكويت متوافق مع الاحتياج العالمي. على سبيل المثال احنا كان عندنا برنامج إدارة المرافق هو احد برامج صناع العمل، ويمكن اول برنامج من برامج صناع العمل ما يدرس في الجامعة. فاحنا شفنا ان سوق العمل سوق ضيق، من خلال مشروع صناع العمل احنا طعمنا سوق العمل في مهارات معينة مطلوبة وكذلك لا تدرس، فشفنا تأثير الشباب. يعني اول برنامج من إدارة المرافق لقينا الإقبال كان ممتاز، لكن في الموسم الثاني والثالث كان الإقبال أكثر. هذا جزء من تأثير الثقافة العامة للتوظيف اللي احنا كوناها من خلال مشروع صناع العمل. للأمانة احنا نتكلم عن مشروع صناع العمل وهو احد مشاريع الخاصة في التوظيف في الدولة. إذا قدرنا احنا نوفر أكثر من 1500 فرصة وظيفية يمكن عندنا في هيئات مختصة في سوق العمل مثل الهيئة العامة للقوى العاملة يمكن قادرين يوفرون أكثر فرص وظيفية منه. فإن شاء الله إذا تعاضدنا احنا كمؤسسات حكومية في توفير فرص وظيفية في سوق العمل راح نقدر نرفع النسبة. نعم، مشروع كبير أمانة يخدم فئة الشباب وكل من يبي يلتحق بسوق العمل، وفرصة حلوة للشباب أن يكون في مثل هذا المشروع الضخم اللي يهتم بالشباب ويهتم أيضا بالتخصصات. اليوم لو نتكلم أيضا عن برنامج المحكم التجاري الدولي، من خلال هذا البرنامج شو اللي تهدفون له وشو اللي قدرتوا توصلونه؟ المحكم التجاري هو فكرة جديدة للأمانة مرت علينا من خلال الأستاذة الكبيرة أريج حمادة، أستاذة أريج الممثل الإقليمي لمركز التحكيم الصيني الأوروبي اللي مقره في ألمانيا في غرفة تجارة وصناعة الألمانية. من خلال هذا البرنامج احنا شفنا ان في عدد قليل من الكويتيين معتمدين كمحكم تجاري. كوننا برنامج تدريبي وتمهيلي من خلاله راح يتعلمون المتدربين مهارات الخاصة في التحكيم، وينتهي البرنامج في اختبار، وبناء على الاختبار تعطى شهادة من خلال محاضرين عالميين من مركز هامبورغ للتحكيم التجاري ومركز الصيني الأوروبي للتحكيم يعني مرون التجاري. مراحل معاكم في هذا البرنامج أكيد إلى ما أكيد. يتأهلون يعني نأهلهم، وطبعا احنا قاعد نستقطب اللي عندهم الباكراوند في التحكيم التجاري ونحاول نوفر المهارات
اللي من خلالها يقدر يحصل على الشهادة والاعتراف الدولي في التحكيم التجاري. ممتاز. وبناء على الاختبار تعطى الشهادة. نعم. ممتاز. الفئة المستهدفة بس اللي لهم تخصصات في هذا الجانب ولا ممكن يعني أحد يكون حاب الموضوع كمهنة؟ فتحنا باب التقديم واقتصرنا التقديم على 3 تخصصات، تخصصات الهندسية بكافة أنواعها والمحاسبة والتمويل وكذلك القانون، لكن للأمانة المتقدمين من التخصصات الثانية اللي عندهم رغبة كلهم استقبلنا طلباتهم وقابلناهم. ممتاز. ويتم فرزهم بناء على المقابلة الشخصية والمعايير اللي عدوها الأخوان في البرنامج التحكيم التجاري. نعم، في وقتنا الحالي الكل يحتاج إلى هذه الخبرات والكل يحتاج إلى تطوير مهاراته، يعني ما شاء الله سوق العمل اختلف عن السابق، اليوم يعني ما عندنا مثل قبل، كل شيء لازم يتطور حتى الموظف نفسه وكيفية أدائه في عمله، وهذا اللي قاعدين تقدمونه ما شاء الله لكثير من الشباب. لكن الشروط، هل في شروط معينة مثلا حطيتوها من ضمن هذا البرنامج أنه اللي بيلتحق معاكم واللي بيستفيد من فئة الشباب، شنو هي شروطكم؟ الشرط الوحيد اللي احنا نطلبه من الشباب هو احنا محددين في فئة عمرية معينة اللي هي لحد 34 عام. نعم. أما شروط الثانية فإحنا نعتمد على المهارة لا نعتمد على الشهادة. يعني الشهادة من ضمن شيء ثانوي في البرامج اللي تقدمها صناع العمل. الحين عندنا تعاون مع منظمة إسكوا، من خلالها إحنا قادرين نجسر حديثي التخرج من مختلف التخصصات في مهن معينة. على سبيل المثال يتقدم لي مهندس مدني لكن هو مو حاب الهندسة المدنية، بيكون مثلا مدير مرفق، من خلال السيستم الـ AI اللي متعاونين فيه مع إسكوا احنا نحط له شنو المنهج الدراسي اللي محتاج ياخذه عشان ينتقل من مرحلة مهندس مدني الى مرحلة مدير مرفق. هذه الفكرة الأساسية اللي هي احنا نعتمد على المهارة ما نعتمد على الشهادة، وهذه الفلسفة يمكن جديدة على الدولة لكن احنا في هيئة شباب مؤمنين فيها وقاعد نحاول نغرسها. قاعدين تشتغلون عليها. بالعكس هذا شيء جدا جميل. اليوم لما نشوف إنسان ملاقي نفسه في وظيفة معينة يقدر ياخذ دورات معينة بمساعدتكم طبعا ودعمكم ويغير مهنته ويروح لشيء ممكن يبدع فيه أكثر وأكثر. صحيح. 100%. الفكرة الأساسية للشهادة هو أن تعلمك مهارات معينة، وهذه المهارات أنت عاد وتشكيلك عليها. أنا ممكن أكون مهندس لكن أشتغل في العلاقات العامة لأن أنا وجدت نفسي في العلاقات العامة. أنا ممكن أكون طبيب وأشتغل في هم كذلك في الموارد البشرية. فكرة الشهادة جميلة وحلوة لكن عالمياً قاعد نشوف الاحتياج أكثر على المهارة من الشهادة، وإحنا لازم هم نتأقلم في الاحتياج العالمي. نعم. ونحاول نغرس المهارات معينة مع الشباب، نطورهم ونشوف المجال اللي هو يحبه. الشهادة مهمة في حياتنا احنا، لكن فعلا مثل ما ذكرت انه كمهارات ترى الكل يحتاج الى تطوير مهاراته. اليوم اي شخص بعد ما يتخرج يعني ما عنده هذه الخبرات قد تكون تنقصه كثير من الامور، لكن حلو انه يكون في مشروع يستقطب الشباب ويعلمهم هذه المهارات ويأسسهم في مختلف التخصصات. اذا بنقول عن الجهات اللي قاعدين يتعاونون معاها، هل في جهات معينة في الفترة الحالية اكثر تعاون وياها؟ في مشروع صناع العمل أكثر تعاون لنا مع القطاع الخاص كافة شركاته. يعني إحنا للأمانة بمباركة مدير الهيئة العامة للشباب دكتور مشعر بيع خاطبنا أكثر من 500 شركة في مختلف المجالات في القطاع الخاص، نوفر فرص وظيفية وفرص تمهينية للشباب الكويتي. كذلك عندنا تعاون مع مؤسسات الدولة الحكومية الخاصة في سوق العمل، ديوان الخدمة المدنية وغرفة التجارة وصناعة الكويت، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، كلهم جهات مناطة في سوق العمل. والتعاون واجب لعدم تكرار الدراسات، لعدم تكرار الأخطاء السابقة. فالمشروع استمرارية، نقدر نقول استمرارية، يعني تنطلقون من أينما توقفوا. بالضبط. ممتاز. بالضبط. احنا يعني ما قاعد نعيد صناعة العجل كثر ما احنا نحاول ان نتعاضد وناخذ الخبرات السابقة ونطور. ممتاز. اليوم اذا يعني في اشخاص وايد قاعد يطالعونا من خلال الشاشة يبون يسجلون 4 برامج جديدة ممكن تناسبهم، شلون يعرفون البرامج؟ شلون يقدرون يتواصلوا وياكم؟ شلون طريقة التسجيل؟ نعطيهم يعني نبدأ عن هذا الموضوع. في احنا عندنا منصة توظيف الخاصة في الهيئة العامة للشباب اللي من خلالها احنا نوفر فرص وظيفية للكويتيين في كافة التخصصات والخبرات والفئات العمرية
للقطاع الخاص. يقدرون يدشون على الويب سايت مال توظيف توظيف.youth.gov.kw أو يدخلون على موقع الهيئة العامة للشباب للاطلاع على المشاريع اللي تقدمها الهيئة، منها مشروع صناع العمل وكثير من المشاريع الأخرى. نعم، يعطيكم ألف عافية أستاذ مرزوق غريب، لأن فعلا يعني هذه فرص جميلة جدا تمنح للشباب في وقت مثل هذا، يعني الكل يحتاج إلى الخبرات ويحتاج من يحتوي ويوفر له هذه الفرص. أول شيء يعني فعلا تقومون بمجهود كبير أمانة يعني بالفترة الحالية وأيضا منذ سنوات، وهذا شيء تشكرون عليه. وأيضا إشراك الشباب في مثل هذه الأمور هذا شيء جدا جميل، أنه يصير في إقناع أكثر للشباب أنهم يدخلون إلى سوق العمل وتحديدا القطاع الخاص. يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، ساعة المباركة. نعم، شكرا لك، وبالتأكيد يعني وصلنا إلى ختام حلقتنا، راح نكمل معاكم مشاهدينا لكن من بعد هذا الفاصل.